الرفيقات العزيزات الرفاق الأعزاء، أبو عماد رفيقي العزيز، كل العيون شاخصة الآن إلى مجلس الجبهة، كل الجماهير العربية، كل اليهود الديمقراطيين ينتظرون ما سيخرج من هذه القاعة. هذا هو المكان الأهم في هذه اللحظات، وأنتم صانعو هذا اليوم الأهم. لقد استمعت بأذني وبقلبي لأخي الكبير محمد بركة. هذا الحكي خلص خلص العن ربك سيري أكثر خلص أكثر أصل ذكرته في حياتي كلها هو محمد بركة، وأكثر شخص تعلمت منه هو محمد بركة. لقد مس قلبي هذا الخطاب، وأعرف أن المخاض كان عسيرا، أعرف أن المخاض كان عسيرا، ولكن هذا من شيم الولادة الطبيعية والصحية. ما أشبه اليوم بانتخابات العام 99. في العام 99 ترأس القائمة محمد بركة لأول مرة، وفي المكان الأول. كانت لنا دفعة عظيمة إلى الأمام، وكان في المكان الثاني أيضا لأول مرة عصام مخلوق، ولكن لأننا جبهة رفاق، لأننا جبهة مؤسسات، لأننا جبهة فروع، فنحن القادرون على التجدد. هذا كان أحد الأسباب الرئيسية التي أعطتني ثقة كبيرة بأن أترشح، لأنني واثق من الجبهة. السبب الثاني، نحن نرى هو جمهور الشباب. نحن لم نتجدد قبل سنتين،
الجمهور ساد حتى أننا لم نتشدد. وزرت 70% من المدارس خلال 5-6 سنوات. التقيت مع 70% من أبناء شعبنا الشباب طيلة 7 سنوات. 70% التقيت معهم في غرفة واحدة. أريد معكم أن ندب الروح بين جمهور الشباب. نريد قائمة شبابية وتعتمد على تجربة الماضي. لا يمكن لي أبدا أن أقترب من مقدرة أبي العلاء المعري، وهو القائل: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. أنا لن أستطيع أن أقدم أداء أفضل كرامة وأفضل حنكة من الرفاق التاريخيين وعلى رأسهم التوفيقان والإميلان ومايا. وأنا أريد أن أقول: انظروا إلى هذا المشهد، انظروا 3 أعضاء كنيسة يستقيلون بشرف، يستقيلون بشرف. هذه هي قوة الجبهة. أنا سأتعلم منكم، وأنا سأسير على دربكم، أنا سأسير على دربكم، ولدي ما أطوره من حيث عصرنا الخطاب وعصرنا التوجه، بحيث لا يمس بأسسنا بالنظرة الوطنية والأممية والعدل الاجتماعي والنظرة الشمولية، وعلى رأسها القضية الكبرى إنهاء الاحتلال. هذا هو دورنا، هذا هو مجلسنا. الله يعطيكم العافية. الرفيق